قامت وزارة الإسكان بتوزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية جاهزة في مدينة سلمان على المواطنين المستحقين، بما يتوازى مع تسليم مفاتيح وحدات مدينة خليفة الإسكانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وتعد مدينة سلمان الإسكانية هي الأكبر عن غيرها من المدن قيد التنفيذ من حيث المساحة وعدد الوحدات، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة ما يزيد على 100,000 نسمة، لتضم 6 ضواحٍ تعكف وزارة الإسكان على استكمال البنى التحتية فيها والخدمات الأساسية للأراضي بالشكل الذي يزيد من سرعة استكمال المدينة. مدينة سلمان تشمل على 3 مجمعات تجارية، 24 مسجد، 24 مدرسة، بالإضافة إلى العديد من المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى أنها لأول مرة في مدينة إسكانية توجد هناك جامعة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى بعض المرافق السياحية مثل بناء 3 فنادق في المدينة. والحمد لله يعني فرجت معنا، ونشكر جلالة الملك والقيادة الرشيدة والحكيمة أن وفروا لي المنزل بيت العمر، وأنا الحمد لله جدا فرحان وجميع أسرتنا فرحانة بهالبيت. الحمد لله يعني الخطوة زينة طيبة، ويعني أفرحت عائلتي بأنهم حصلوا على وحدة سكنية. استلمت اليوم الوحدة السكنية من مدينة سلمان، الحمد لله رب العالمين. نتمنى أن يكون اللي بعدنا بأسرع وقت يعطونهم وتكون تعم الفرحة ونستانس بهذه المدينة. أنا شفت المدينة وجميلة، الحمد لله من بعد انتظار الحمد لله أن حصلنا مكان حقنا وحق أولادنا. الحمد لله نشكر الله على هذا الشيء، ونشكر الحمد لله أن صار عندنا هذا الشيء، نشكر الكل يعني.